مثل شعبي بيقول اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، يعني ايه المثل ده وامتى بيتقال؟ يعني اي حاجه محتاجها البيت، اصل انت عندك التزامات كتير، فانا ما ينفعش البيت يبقى محتاج حاجه واطلعه يعني للجامع. انا حقيقة مش عارفه والله، بس هما بيقولوه ان دايما اللي بيحتاجه البيت المفروض ان هو يبقى اولى، عشان كده قالوا ان هو المفروض ما يحرم على الجامع. لما يكون ما عندي مبلغ او حاجه بيتي محتاجي ضروري، فاهم؟ مش انا اقدر اوديه الجامع، لان طالما البيت محتاج معايا زيادة أدفع للجامعة. بس حرام الكلمة دي. كده مش فيش حاجة اسمها حرام على الجامعة. بس بيقولوا المثل ده، ها؟ لما يكون الواحد يعمل أي حاجة، واحد بيقول له على حاجة ويقول له ما معيش، يقول له اللي محتاجه البيت يحرم على الجامعة. اللي محتاجه البيت يحرم على الجامعة. أنا إنسان محتاج حاجة طبعا مش قادر أدي للجامعة. اللي بيعوزوا البيت، يعني أنا مثلا لو عيالي جعانين فاللي انا هصرفه على الجامع انا هوكل بيه عيالي، هو ده المعنى مش اكتر. يعني اللي عاوز الجيب يحرم على الجامع، اللي عاوز فلوس ما يديش للجامع، اللي معاه في جيبه فلوس ومحتاج الفلوس دي يبقى اولى بيها جيبه، يعني اولى بيها لبيته. يعني جايه من جامع، وجامع يعني الناس الكتيره او الافواج الكبيره، وهم قالوا كلمه جامع دي عشان ياخدوا الناس الكتيره او الجامع. لا مش المسجد، هو المسجد هي كلمة جامع يعني الجامع، بس المسجد هو المسجد بتاع الصلاة، إذا كان كبير أو صغير أو مصلية صغيرة أو جامع كبير قوي، ده المسجد. اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، مش الجامع اللي هو المسجد، لا الجامع ده بيجمع الفلوس أو بيجمع الأموال بشكل عمومي. الحاجة اللي أنا مثلا محتاجها ببيتي ما أروحش أصرفها مثلا في الفاضي، أو إن أنا أبقى حاجة يعني أنا ابني عايزها ما أروحش، يعني ابني مثلا عايز لبن، عايز حاجة ما أجيبش بيها سجاير، مش مثلا إن هو الجامع بالشرط، أو مثلا الجامع اللي هو المسجد، لا اللي هو مثلا في الجامع مثلا نبقى إيه، هعمل مثلا حاجة مش كويسة مثلا بالفلوس ديت وأنا بيتي محتاجها. أصلا البيت محتاج حاجات كتيرة قوي، وتروحي تطلعي مثلا للجامع او تدي لواحد غلبان وانت محتاج والبيت محتاجه، فالبيت اولى بيه. يعني مثلا لو انت معاك فلوس قليله او لقيتها مثلا تاخدها ليك احسن، مثلا احسن ما تحطها في الجامع. لا هو حرام طبعا، ما هو ربنا ما قالش كده، احنا ماشيين ورا المصعب بتاع ربنا. هو موضوع يحرم على الجامع ده حرام، تمام، بس هو فعلا هو المفروض اللي محتاجه البيت يروح لمكانه. مفيش حاجه اسمها اللي بيعوزه البيت يحرم على الجامع، اللي بيعوزوا البيت بيعوزوا البيت، واللي بيعوزوا الجامع بيعوزوا الجامع. ليه الامثله الشعبيه الغريبه دي؟ مش عارفه يعني ايه المثل ده. مش عارفه. المثل الشعبي الشائع اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، يظن الكثير هنا ان المقصود هو المسجد او الجامع، لكن هذا المثل الشعبي له اصل تاريخي يعود الى ايام الحكم العثماني. كان جامع الاموال يسمى الملتزم او المقاطعي، يمر لتحصيل الضرائب من المصريين، ومع الحاله السيئه في المعيشه لم يجد المصريون ما يعطونه الى جامع الاموال، فاصبح المثل الشعبي اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. وسام نصر، MBC مصر.